أيها الجمهور الكريم وأيها الحضور الفاضل، كل باسمه وصفته. في البداية أوصلكم بسلام وتحيات الأستاذ دكتور إدريس الأزمي الإدريسي رئيس جماعة مجلس فاس، أبلغكم سلامه وتحيته وأبلغكم في الآن ذلك اعتذاره. كان بوده أن يحضر معنا هذا الحفل البهيش، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولكن حضوركم هو حضوره وبهجتكم هي بهجته. نعيش اليوم أجواء جميلة، وجمالها ينبع أساسا من أن هذا المهرجان الوطني لفن الملحون يتزامن ويتساوق مع ذكرى كبيرة وكبيرة، ذكرى عزيزة على كل المغاربة، هي ذكرى اعتلاء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المكرمين. فالبهجة إذن بهجتان والفرحة فرحتان. فالمقام هو مقام احتفال وليس المقال مقام مقال، ولذلك أنا أختصر القول وأرحب بالجميع وأقول لساكنة فاس مرحبا بكم في مهرجانكم الذي هو منكم وإليكم، وهي دعوة كذلك لكل عشاق فن الملحون والمولعين بالتراث الجميل الأصيل. فمرحبا بكم، وأتمنى لكم فرجة ومتعة متميزة. إذن مرحبا وألف مرحبا. لنا أسبوع إن شاء الله بحول الله حافل ومتميز، فكونوا مع الموعد وكونوا مع البهجة والفرحة. السلام عليكم ورحمة الله.